مواقف الكتل السياسية وزعماء الكتل السياسية يعني كان يعني مواقف للأسف لم تكن بالمستوى المطلوب ولم تكن مواقف مسؤولة بصراحة، ربما بسبب الموقف الضبابي بالمعلومات. لا أخل عزيز، لا أخل عزيز، بعد شنو؟ لا احنا بالنسبة ان اليوم تعرف انت وجود مكون والصراعات اليوم على مكون، ومنه يصير رئيس مجلس النواب من المكون السني، ومنه اليوم فاز واليوم منه ما فاز واليوم كذا. اليوم عندما تحدث مثل هذه الجريمة، هذه جريمة النكراء، وهذه الجريمة اليوم اللي تروح بيها عائلة سنية 20 فرد من هذه العائلة، واليوم تذبح، ما سمعنا لا من المكون السني ولا وجود تندد ولا استنكار ولا رئيس برلمان ولا حلبوسي ولا خنجار ولا نائب. شوف ولا نائب، شوف احكي لك، يجي يوصل الى هذا المكان او يناشد الاعلام ويقول يابا والله جريمه صارت عند السنه في 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 شمال في شمال بابل. هي جريمه ضد الانسانيه بشكل عام. نعم بجر الانسانيه. خلي احكي لك انا، عتبي طيب. عتبي على المكون، عتبي على هذا المكون. اليوم الناس المتقاتله على المكون. انا اجاني، خلي احكي لك اياها، اجاني ابو رغيف واجاني وزير الداخليه قبل ما يشيل تليفون عليه اللي هو ابو المكون السني، تليفون ما شالوا، خلي احكي لك، وهذا من الخزي والعار عليهم، ومن الخزي والعار عليهم يمثلون السنه ذولا. انا اقول لك اياها، من الخزي والعار عليهم اللي يمثلون ذولا السنه. واليوم انت موجود في جنوب بغداد وقت الانتخابات، يتلملمون ويجون يدورون اصوات حتى في سبيل يدخون الاموال حتى يجيبون فلان وفلان يفوزوهم، وماك والله لا نائب يا استاذ بغداد ولا رئيس كتله ولا سني، ولا سني من الزعامات السنيه او النواب السنه. وانا اتحداهم من خلال قناتكم، اتحداهم ان يشيل على عائله مذبوحه. العالم تتصل بينا من دول، ثق اني اكو من العشائر اللي موجوده من 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 عصنا اللي هم من عشائر شمر اللي هم بيت صديد، يتصلون بي من دول، يتصلون بي الشيخ كنعان صديد وبعض العشائر الاخرى تتصل بي، وتتصل بي من العشائر اللي هي في دول اخرى والامارات، ويقولون لي ويعزونا، وما اشوف نواب من السنه وزعامات ويقول لك والله نريد نجيب حق السنه. أنا مذبوح اليوم، مذبوح. أنت عائلة عندك انذبحت، وجريمة كبرى، جريمة كبرى تتحدث بها كل العالم وتداولت بها كل القنوات، وماكو ماكو ماكو زعيم، لا زعيم سني ولا نائب سني، ولا عنده غيرة، وهذا ما عنده غيرة حتى على هلا. والله أنا جاي أقول لك إياها، وخلي يسمعوني، وعيب عليهم، وعيب على شواربهم، وعيب على شواربهم. يتسمون ويجون يقولون والله إحنا نريد نجي على عائلة سنية مذبوحة في شمال بابل، هذا 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 مقبول هذا؟ واني والله اليوم خلي يسمعوني، وخلي يسمعوني كل السنه، والله هذول فلا يحموكم، وذول لا يجيبون حقكم، وذول فلا لهم قيمه امام اهل السنه. وصدر من المجمع الفقهي نداء واستنكار، وبعض الجهات الاخرى واستنكار طبعا الى هاي الحادثه اللي حصلت، ومن كل اهل السنه ومن العشائر السنيه. اما بالنسبه لموقف السياسيين السنه، والله العظيم مخجل ومخجل ومخجل عليهم.